ان شاء الله هنبدا النهارده. هنبدا اول اكله معانا، هنعمل الرز اللي بيتقدم معاها في المطاعم، الرز الريزو. هنبدا ان شاء الله نقول المقادير بتاعتنا. بسم الله. لرز الريزو هنحتاج 2 كوب رز مصري مغسول ومتصفي، بصلايه صغيره مفرومه ناعم، فصين ثوم متقطعين انصاف، معلقه كبيره صويا وصويا صوص، معلقه كبيره باربيكيو، كاتشب، طبعا معلقه من كل حاجه، باربيكيو صوص، صويا، كاتشب، مكعب مرقه، معلقه كبيره سكر، وطبعا ملح وفلفل، ومعانا معلقه سمنه ومعلقتين زيت. هنبدا نقول بسم الله ونشتغل. اول حاجه هناخد السمنه وهناخد البصل معانا هنا الحله كده. طبعا انا مسخنه الحله علشان نشتغل فيها على طول تبقى جاهزه معانا. بسم الله. هناخد معلقه سمنه كده، معلقه واحده سمنه، هننزل عليها البصل على طول، بصله صغيره. طبعا احنا مش عايزين البصله دي لا تاخد لون ولا حاجه، عايزينها تدبل تطلع لنا بس الطعم الحلو بتاع البصل. اشيلها كده كده. اول ما البصله هتدبل معانا، احنا عايزينها تدبل علشان ما تبانش في الرز، تبقى دبلانه خالص هنا كده. معانا طبعا الملح والفلفل اساسي لاي وصفه، حتى لو ما قلناهاش في المقادير الاساسي فيها الملح، لو احتاجنا الفلفل الاسود بنحط. احنا هنا هنحتاج معلقه صغيره فلفل اسود كده. كده البصله خدت تشويحه كويسه، هنزل بقى على طول معاها الرز. ده رز مصري كوبايتين كبار مغسول ومتصفي مش منقوع ولا حاجه. طبعا كل واحد بقى عارف نوع الرز اللي هو بيشتغل بيه. في ناس بتحب تنقع الرز مثلا زي مامتي كده بتحب تنقعه، انا بصراحه ما بحبش انقعه، انا بحب اشتغل بيه على طول، اغسله واصفيه واشتغل بيه على طول. اللي بيحب ينقع وعارف طريقه يعني الميه بتبقى قد ايه لما بيتنقع، تمام ما يجراش اي حاجه. هنا كده بسم الله هنقلب الرز كويس جدا. انا عايزه الرز يسخن. فايدة ان احنا بنسخنه ايه؟ ان الرز معانا ما يعجنش لما نيجي نحط له العقد بتاعه الميه. ما يعجنش، ان سواء هنحط ميه او شوربه ما يعجنش خالص مننا ما يكون سخن، وكمان العقد يكون سخن. هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد مكعب المرقه واخد الكاتشب والباربيكيو والصويا. طبعا الصويا دي كتير، انا هاخد منها معلقه، وادي المكعب والثوم والسكر. طيب هنا كده هنبدا نقلب الرز كويس جدا، نبدا بقى ايه نبهره. هحط له المكعب وهحط له معلقه سكر. معلقه هيدينا نفس طعم اللي بناكله في المطعم بالظبط كده. طبعا احنا هنا حطينا مكعب. نعم صباح الخير يا مدام سهام. صباح الخير يا قمر. صباح الفل، ازاي حضرتك؟ كل سنه طيبه. وانت طيبه يا غدا يا قمر، يا غدا يا سكر، ربنا يخليكي. ده حضرتك اللي سكر. عامله ايه ولادك؟ عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله بخير والله. ايه الحاجات الجميله اللي بتعمليها دي؟ يلا عشان تعمليها لسيف ومريم بقى. لسيف ده كان عيد ميلاد سيف 15/9 يا غدا. والله كل سنه وانت طيبه وسيف طيب. وانت طيبه يا حبيبي قلب. ولادك عاملين ايه؟ كويسين بخير الحمد لله. تعملي لهم بقى الاكله دي اكيد كلهم بيحبوها يا غدا. والله بس قولي لي بقى انت مره عملتي شوكولاته؟ صوص شوكولاته حطيت فيها لبن وكاكاو. ايوه صوص الشوكولاته اللي حطيت عليها زيت الاخر، صوص الشوكولاته الاقتصادي. ده عملتيه؟ تمام قولي لي عليه والنبي. دي كانت حلقه حلوه جدا يا مدام سهام. وانت حضرتك يا غلا يا قمر، ربنا يبارك فيكي. حضرتك متابعاني فعلا و... طيب اعداد عسل وكلكم عسل. الله يخليك. انا اوعد حضرتك ان شاء الله هنعمل تورته سهله وبسيطه جدا جدا، وهنغطيها بصوص الشوكولاته الاقتصادي ده. هنحشيها حشوه حلوه ونغطيها بالصوص ده، وهعمله لحضرتك مخصوص ان شاء الله. يا رب يخليك يا غاده، ميرسي قوي قوي. الله يخليك حبيب. شكرا لحضرتك يا مدام سهام. طيبة. وحضرتك طيبه بالصحه والسلامه. هنا كده انا حطيت على الرز، حطيت عليه ملح بس ملح خفيف عشان فيه مكعب مرقه،
وحطيت فلفل اسود رشه خفيف يعني نص معلقه صغيره فلفل اسود، حطيت فصين ثوم متقطعين شرايح بالطول. انا عايزه الريحه مش عايزاه يبقى مفروم خالص ويدوب في الرز، انا عايزاه بس اخد منه نكهه الثوم الحلوه. وهنحط كمان عليه، وحطيت معلقه صغيره سكر، هحط كمان عليه الكاتشب. بس لما احط العقد بتاعي هحط الكاتشب والباربيكيو وهحط الصويا لما نحط الميه بتاعتنا. هنا بقى ننزل الزيت. هنحط لكل كوبايه رز مصري مغسول كوبايه ميه مغليه. لو الرز الطبيعي، لو في رز بيبقى مكتوب عليه انه بيحتاج، بعض الشركات بيبقى محتاج الرز ياخد شويه ميه زياده، ربع كوبايه زياده هنا كده. طبعا الرز لما بيتنقع بيشرب ميه اقل، الكوبايه بتبقى كوبايه الا ربع. اللي بينقع الرز بنحط العقد بيبقى اقل شويه. هنا كده حطينا معلقتين كبار زيت عشان الرز يفلفل، الرز سخن جدا. هبدا اضيف عليه، هنا هضيف عليه بقى الميه السخنه. بسم الله كده. انا عايزه احط لكل كوبايه، احط لها كوبايه ميه. هنا كده الرز اهو شايفينه اول ما نزلت الميه المغليه مع الرز السخن ابتدى معايا يشكشك. هننزل معلقه كبيره كاتشب كده تمام، وهننزل معلقه صويا واحده اهو، ناخدها هنا كده حطه اهو كده. الصويا دي اللي بتدي له الطعم والريحه المميزه، الرز اللي في المطعم الامريكي المشهور. هنا هاخد معلقه باربيكيو صوص بيدينا ريحه التدخين المميزه جدا في الرز الريزو. هنا كده اهو انا هقلب كويس، هاخد دول كده شويه ميه صغيره يعني مكانها كده، بدل ما نسيب دول حرام يترموا. هنا كده بسم الله كده اهو. هنقلب بقى تقليبة كده كويسة وهنسيبه يتشرب، وبعد ما يتشرب الرز معانا ههدي عليه خالص. وفي البيت لو عندنا طبعا الشياطة بتاعة الرز بنحط الشياطة تحتيه وبنسيبه لمدة 10 دقايق مقفول الغطا، ما بنفتحوش خالص علشان الرز يستوي على البخار، لأن السائل منه هيكون اتشرب، فاحنا هنسيبه يستوي على البخار. دلوقتي هنطلع فاصل يا أستاذ.